teams in the Serie A. How did you see the game today? We knew it was going to be a tough game. They're a very good team, and with us, they were like in the last couple of weeks one of the best teams in the league. في آخر أسابيع كان من أفضل الفرق في الدوري، ولكننا كنا نعي ماذا نلعب أمامهم. لعبنا بشكل جيد، ولكننا عانينا، ولكننا أيضا فريق قوي. الفارق الآن كبير جدا مع يوفنتوس. هل ترى بأن الدوري حسم؟ لا زال هناك 10 مباريات، وأعتقد حسابيا لم تنتهي، ولكننا سنستمر في الفوز، وأعتقد قريبا سنكون الأبطال. تسجيل هدف رائع من كرة من مدافع آخر، كيف تشعر؟ في بعض الأحيان طريقة لعبنا تسمح لنا بذلك، أن نصل إلى الأمام، وأعرف بأنه سوف يرفع الكرة بتلك الطريقة، وذهبت إلى القائم الثاني، وبالفعل كان الأمر مثاليا. الإنتر غير قابل للهزيمة، ما هو السر في هذا الموسم بالنسبة لكم؟ مثل هو الحال أي فريق كبير، لدينا لاعبين كبار، مدرب كبير أيضا، ونلعب ودائما نحتاج لبعض الحظ، وكل هذه العناصر اجتمعت مع بعض، والآن نعطي ونؤدي هذا الموسم المميز، ونحن دائما في هذا المباراة القادمة ضد أتلتيكو مدريد. كيف ترى المباراة؟ ستكون مباراة صعبة، نكون 1-0 ليست كافية، سنقدم كل ما لدينا، وستكون نطمح لتحقيق النجاح هناك. شكرا جزيلا، بالتوفيق.